بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا في باب ان الائمه هم اركان الارض من كتاب الكافي الشريف الحديث الاول يرويه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن جده امير المؤمنين عليه السلام وفي هذا الحديث بيان لفضائل جمه لامير المؤمنين من جمله تلك الفضائل يقول امير المؤمنين ولقد اعطيت خصالا ما سبقني اليها احد قبلي علمت المنايا والبلايا والانساب وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني ثم يقول ابشر باذن الله واؤدي عنه كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه في هذا المقطع الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يبين فضيلته في علمه لان العلم هو سبب هام في التفضيل كما قال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وحينما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين فضل آدم عليه السلام على الملائكة علَّمَه الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها فحينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضل آدم على الملائكة مقدمة لأمرهم للسجود إليه حينذاك علم آدم ما لم يعلمه الملائكة وبذلك تبين فضل آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بعد رسول الله هو افضل الناس. ومن اسباب افضليته هو انه كان اعلمهم. وحتى في روايات غير الشيعه اشاره الى ذلك. الرسول يقول: اقضاكم علي. والقضاء كما هو واضح يرتبط بكل جوانب الحياة وكل مسائل الشريعة. فإذا كان أقضى معناه أنه أعلم بجميع المسائل. والرسول صلى الله عليه واله علم أمير المؤمنين ألف باب من العلم. يفتح من كل باب ألف باب. وفي حديث آخر الرسول صلى الله عليه واله يقول انا مدينه العلم وعلي بابها فمن اراد المدينه فلياتها من بابها، والاحاديث في هذا المضمار كثيره جدا متواتره روتها العامه والخاصه، فامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام له من العلوم ما ليس لغيره من الصحابة، والرسول علمه ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو الأفضل لأنه هو الأعلم، وأيضا لأنه الأشجع، لأنه الأتقى، لأنه الأسبق، جميع وسائل وأسباب الفضيلة اجتمعت فيه. فمن الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى- يفضله على غيره؛ لأنه هو الأفضل؛ فلذلك هو الأحق بالخلافة؛ ولو رجِّح غيره عليه؛ كان من ترجيح المفضول على الفاضل، وهذا قبيحٌ عقلًا. فلذا في هذا الحديث في هذا المقطع يقول ولقد اعطيت خصالا ما سبقني اليها احد قبلي اعطيت من المعطي هو الرسول صلى الله عليه واله بامر من الله زين احد من السابقين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار او السابقين او السابقون قبل الاسلام والسابقون السابقون اولئك المقربون سواء من اوصياء او انبياء الله سبحانه وتعالى لم يعطهم العلم الذي اعطاه لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، يعني امر الرسول ان يعلمه تلك العلوم، فلذلك هو افضل من السابقين اجمع بعد رسول الله صلى الله عليه واله. زين هذه الخصال مختلفه. في جوانب مختلفه لكن اهم جانب او من اهم الجوانب العلم لذلك امير المؤمنين هنا يقول علمت المنايا والبلايا والانساب حتى واحد لا يجي يستنكر هذا الامر ويقول كيف يمكن ذلك الجواب اذا الله سبحانه وتعالى شاء ان يعلم بشرا فليس بعاجز والله سبحانه وتعالى بحكمته علم رسوله ذلك، والرسول علم امير المؤمنين، فشنو المشكله في ذلك؟ اذا الجميع يرجع الى الله سبحانه وتعالى. لا نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله او ان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام يعلم بذاته. الذي يعلم بذاته هو الله سبحانه وتعالى. ولا احد يعلم بذاته. ولكننا نقول ان الله علم رسوله كما علمه الشريعه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا علمه الشريعه كلها كذلك علمه القضايا المختلفه سواء من الماضيه او من القضايا المستقبليه وقد دل الدليل على ذلك حتى غير الشيعة في كتبهم في كتاب مسلم وغير مسلم رووا هذه الرواية عن حذيفة وعن غير حذيفة بأن الرسول صلى الله عليه وآله صعد المنبر بعد صلاة الصبح وتكلم إلى وقت الظهر نزل توضأ صلى صلاة الظهر ثم مرة ثانية صعد المنبر وتكلم الى وقت صلاة العصر. أيضا نزل نزل من المنبر، توضأ، صلى صلاة العصر ثم رجع إلى المنبر وتكلم إلى أذان المغرب، ثم بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء. يقول: فعلمنا ما كان وما يكون وما هو كائن. هذا موجود في صحاح غير الشيعة، في صحيح مسلم الصحيح عندهم، وفي غيره بأسناد مختلفة. يعني الرسول كان يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وهؤلاء يرون انه علمه للصحابه الذين كانوا حاضرين في المسجد نحن ماذا نقول نحن الشيعة نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله علم اهل البيت يعني علم عليا ومن بعد عليا عليه الصلاه والسلام الامام الحسن والحسين الى الامام المهدي نقول هؤلاء يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول بوحي من الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء في صحاحهم يقولون جملة من الصحابة يعني إذا إحنا نحدد في عدد محدود هم يعمموه أكثر فهل هذا ما نقوله غلو أو ذلك هو الغلو وأغلب الظن أنه هذه هذا الحديث بالنسبة إلى الصحابة وضعوه لكي يقابلوا به فضيله اهل البيت بان رسول الله صلى الله عليه واله علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن. زين ما كان ما يكون ما هو كائن هذا من الغيب. نقول نعم الرسول بذاته لا يعلم الغيب. ولكن اذا الله شاء ان يعلمه الغيب فيعلم. عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى ارتضى محمدا صلى الله عليه واله وعلمه من الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن والرسول صلى الله عليه واله بامر من الله علم عليا عليه السلام شنو المشكله في ذلك؟ والدليل موجود الروايات الكثيره عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام من جمله هذه العلوم علمت المنايا المنايا يعني آجال الناس هذا بالنسبة إلى الناس مهم أنه من منهم متى يموت فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علمه رسول الله علم المنايا والبلايا علم البلايا الرسول صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام علم البلايا يعني المصائب التي تجري على الناس. وامير المؤمنين علم بعض اصحابه الخاصين بعضا من علم المنايا والبلايا. يعني الله علم الرسول، والرسول علم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وامير المؤمنين علم الائمه وايضا علم بعضا من المنايا والبلايا لبعض اصحابه. الخالصين المخلصين كرشيد الحجري مثلا ولذلك كانوا يعلمون مناياهم والروايات تدل على ذلك وقد قالوا ذلك الكلام بحيث أن بعض الناس كذبوهم لكن بعد ذلك ثبت صحة ما قالوه علمت المنايا والبلايا والأنساب أنساب الناس ما هو نسبهم؟ يعني نحن قد نعلم انساب بعض من نحيط بهم، وطبعا نعلم الانساب الى مقدار معين. الناس عاده قد يعلمون انسابهم الى مقدار معين، الاب الرابع، الخامس، في بعض العشائر الى الاب العاشر، مثلا، الى الاب العشرين. الساده الاشراف قد تكون لهم شجرات، يتصل نسبهم إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين ونسب الرسول أيضا معلوم إلى عدنان. لكن بعد ذلك كما في الحديث إذا وصل نسبي إلى عدنان فأمسكوا. لأنه التاريخ لم يحفظ ذلك. كذلك الآن كثير من الناس لما أن تسأله خاصة إذا لم يكونوا من عشيرةٍ زين الناس العاديين يعرف إلى أبو جده، أبو جده بعد ذلك لا يعرف. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علمه الرسول علم الأنساب. وأيضا جانب آخر هناك بعض الناس لقطاء أو أدعياء. هؤلاء ليسوا أبناء للعشيرة التي ينتسبون إليها التصقوا بها كما يقول أمير المؤمنين لمعاوية في إحدى خطب نهج البلاغة ورد ذلك وليس اللصي الصريح كاللصيق لان عبد الشمس اخو هاشم هذا تبنى اميه اميه كان عبدا روميا وبين العرب حاله التبني كانت موجوده الى ان الغاها الاسلام فعبد الشمس تبنى اميه وهو لم يكن من العرب ولا ابنا له وانما كان دعيا ذكرنا ثم جاء الاسلام والغى وما جعل ادعياءكم ابناءكم لكن بالنتيجه ما فعله العرب في الجاهليه من تبني بعض الابناء ثبت بالظاهر نسبهم عند الناس ومنهم بنو اميه، بنو اميه اصولهم من هذا العبد الرومي الذي تبناه عبد شمس اخو هاشم يقول وليس الصريح كاللصيق زين هل هذا دعي او ليس بدعي؟ هل نسبه صحيح او ليس بصحيح؟ امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام علمه الرسول صلى الله عليه واله هذا العلم يعلم الانساب. زين اذا واحد يسال شنو فائده علم المنايا والبلايا والانساب؟ الجواب اولا العلم بذاته نور. الإنسان قد في تزاحمات يرجح الأهم على المهم أنا أدرس هناك درسان لا أتمكن من أن أجمع بينهما زين أختار الأهم لا بأس بذلك لكن إذا ما كنت تعارض هناك علم أتمكن من أن أحصله بدون أن يسبب ضرر لي أو يسبب أن أنشغل عن الأهم فلا بأس بذلك العلم نور لذا الانسان اذا يعلم شيء هو بذاته فضيله له وقد يكون هذا العلم طريق لكثير من الامور الاخرى يعني ليس العلم مجرد اداه هو بذاته ايضا محبوب كما انه الاستفاده من هذا العلم في الخير ايضا محبوب وهذا امر اخر وأيضا الرسول علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فصل الخطاب بالنسبة إلى داود عليه السلام كانت له كان له فصل الخطاب في القضاء وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب في القضاء كان يحكم حكما صحيحا حسب الموازين الصحيحة بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فصل الخطاب الذي أعطي أعم من القضاء كما هو الأقضى ويعرف المسائل كلها المرتبطة بالقضاء كذلك فصل الخطاب في الجهات الأخرى مثلا من مصادقها اللغات كان يعرف جميع اللغات يعني الله علم رسوله والرسول علم أمير المؤمنين قد ذكرنا فيما مضى هذا بحث يرتبط بعلم الرسول والامام وسياتي مفصلا ابواب كثيره في الكاف الشريف حول علم الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام. العلم سبب للتفضيل كما ذكرنا الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله ما اراد ان يكون احد ولو من جهه من الجهات أفضل من رسوله محمد صلى الله عليه وآله وأفضل من الأئمة زين فلذلك علمه جميع العلوم السابقة والعلوم اللاحقة يعني هذه العلوم التي باستمرار البشر يتطور فيها تكتشف مسائل وعلوم جديدة تخترع مثلا يعني مسائل الإنسان يكتشفها يضمها في علم جديد علوم كثيرة جداً لا حد لها. الله سبحانه وتعالى يعلمها من الأزل. وعلمها رسوله صلى الله عليه واله ومن بعده على أمه لكي لا يخرج واحد في المستقبل ويقول أنا في هذه المسألة أعلم من رسول الله صلى الله عليه واله أو أعلم من أمير المؤمنين. أحد الجهلة كان يعبر هكذا تعبير، ابنه كان خبير فيه. الكمبيوتر وفي البرمجه وما الى ذلك فكان يقول ابني في مسائل الكمبيوتر اعلى من رسول الله صلى الله عليه واله لانه في زمان الرسول لم يكن كمبيوتر فكان جاهلا بمسائل الكمبيوتر مثلا زين حتى جاهل من الجهله لا يخرج ويقول هذا الكلام ويفضل مثلا نفسه او ابنه او شخص على رسوله على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى الائمه ولو في مساله من المسائل الله سبحانه وتعالى علم كل هذه العلوم وعلم غيرها لرسوله محمد صلى الله عليه واله والله ليس بعاجز فلذلك انت اي فضيله واي علم وأي شيء يفضل به الإنسان على غيره هذه كانت موجودة في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فلا أحد أفضل من رسوله ولو في مسألة من المسائل فصل الخطاب الذي لم يسبق أحد أمير المؤمنين في ذلك حتى داود لأن داود أعطي فصل الخطاب في القضاء اما امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام علمه الرسول فصل الخطاب في القضاء وفي اللغات وفي كل المسائل الاخرى. الامام ثم يعلق على ذلك ويعقب فيقول: فلم يفتني ما سبقني، يعني العلوم السابقه لم تفتني اعلمها كلها، ولم يعزب عني ما غاب عني، يعني العلوم المستقبليه العلوم المستقبليه ما غابت عني لان رسول الله صلى الله عليه واله علمني هكذا يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذا ايضا مقطع من هذا الحديث حول العلم ثم مقطع اخر يقول امير المؤمنين ابشر باذن الله واؤدي عنه ابشر باذن الله الله سبحانه وتعالى يقول في القران لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره المؤمنون لهم البشره في الحياه الدنيا من الذي يبشرهم قد الملائكه يبشرونهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الملائكة من المبشرين وأيضا أمير المؤمنين من المبشرين وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله من المبشرين عندنا في أحاديث كثيرة أن الإنسان المحتضر إذا كان مؤمنا يحضر على هذا الإنسان في لحظة الاحتضار حينما يعاين الآخرة يعني آخر لحظة من الدنيا وأول لحظة من الآخرة حينما يعاين يحضره رسول الله صلى الله عليه واله ويحضره أمير المؤمنين فإذا هو مؤمن يبشرانه بالجنة باذن الله سبحانه وتعالى. زين فامير المؤمنين يبشر في لحظه الاحتضار كما ان رسول الله يبشر، كما ان الملائكه يبشرون. وايضا يبشر المؤمنين مو في لحظه الاحتضار، المؤمنون الذين ثبتوا على الايمان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يبشرهم. بالمستقبل الزاهر في الدنيا وفي الاخره. واؤدي عنه يعني عن الله سبحانه وتعالى. لان الله اختار محمدا صلى الله عليه واله رسولا له. ثم اختار عليا عليه السلام خليفه لرسول الله محمد صلى الله عليه واله. والرسول علم امير المؤمنين وامره بامر من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ هذه الأحكام للناس، الناس إذا ما قبلوا، الناس إذا رفضوا، فهذا من سوء حظهم ومن شقائهم. الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء كانوا يأمرون الناس بالمعروف، كانوا ينهونهم عن المنكر، كانوا يبينون لهم الأحكام، يبينون لهم ما أنزله الله سبحانه وتعالى. زين الناس إذا قبلوا فهذه من سعادتهم، وإذا رفضوا فذلك من شقائهم. زين هسه أمير المؤمنين بين هذه الفضائل كما ذكرنا في الحلقة الماضية والتي سبقتها لم يكن بيانه لفضائله افتخارا على الناس واستعلاء لهم عليهم، كلا. بل كان ذلك لكي ينبههم على الحقائق يلتفتون الى الحقائق فيتبعون الحق هذا هو المقصود كما ذكرنا في حلقه ماضيه طبيب يدخل في مدينه يعرف نفسه انه اني طبيب مثلا تخصصي في كذا لماذا يعرف نفسه؟ يريد يفتخر؟ لا يريد يستعلي؟ لا وإنما يريد حتى الناس يعرفون انه طبيب اختصاصه كذا، إذا احتاجوا إلى اختصاصه يراجعوه. فليس التعريف دائما استعلاء أو تكبر أو فخر. الناس الذين كانوا في المدينة هؤلاء كانوا قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فضائل أمير أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام زين ما كان يحتاج أن يبين لهم إلا من باب التذكير أو إتمام الحجة لكن حينما توسعت رقعة البلدان الإسلامية ودخل كثير من الناس في الإسلام هؤلاء لم يعاصروا الرسول صلى الله عليه واله، او اذا حتى عاصروا ناس من المدن المختلفه والاحياء المختلفه، زين اجى في المدينه شاف الرسول صلى الله عليه اسلم ثم رجع الى بلده او ولد بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله، وكان تعتيم اعلامي على امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. فهذا كان يقتضي التعريف بيان الفضائل. فلذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عرف عن نفسه حتى تتم الحجة على الناس زين بعد ذلك أمير المؤمنين يقول أنا ذكرت هذه الفضائل ليس هذه الفضائل من نفسي هذه بفضل من الله سبحانه وتعالى هذا درء للغلو أكل بعض في زمان امير المؤمنين ومن بعد زمان امير المؤمنين اصيبوا بحاله من الغلو، شنو هو الغلو؟ ان ترفع الانسان الى مرتبه الرب سبحانه وتعالى تجعله الها كما فعلت النصارى، النصارى لماذا اله عيسى او قالوا هو ابن الله او هو الله؟ لانه راوا منه معاجز احياء الموتى ابراء الاكمه الابرص كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وما إلى ذلك من معاجز ومع أنه كان يصرح من اليوم الأول الذي نطق وهو في المهد صبيا قال إني عبد الله وكان يقول لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم ربكم مع أن عيسى قال ذلك لكنهم غلوا فألهوه او جعلوه ابنا لله سبحانه وتعالى. فلذلك كفروا. زين. بعض الناس ايضا في زمان امير المؤمنين وبعده راوا كرامات ومعاجز وفضائل ومنازل مع علي بن ان مع ان علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كان يقول لهم انا عبد الله اذا عندي فضيله فهي من الله سبحانه وتعالى. هلك في اثنان محب غال ومبغض قال لكن مع ذلك البعض غلوا هذه الفضائل ليس رفعا لأمير المؤمنين عن مستوى البشر لا قل إنما أنا بشر مثلكم عندما أنت تثبت فضائل للرسول مثلا تثبت أنه رسول الله تثبت أنه كان يوحى إليه تثبت له فضائل أثبتها القرآن ورواها المسلمون هذا ليس غلوا فيه لانك تثبت له الجانب البشري ولكن في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى فضله بامور، فضله بالعلم، فضله بالرساله، فضله بالمعاجز وما الى ذلك وتقول بان الله هو الذي اعطاه يعني اذا تقول ان الرسول صلى الله عليه واله يعلم الغيب لا تقول انه يعلم بذاته الرسول بذاته لا يعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير لان الذي يعلم الغيب بذاته هو الله حصرا سبحانه وتعالى، لكن نحن نقول ان الله علم رسوله من الغيب ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول نقول انه يعلم الغيب باذن الله ولا يعلم الغيب بذاته. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام والائمه لهم منزله عظيمه لكن هذه المنزله الله هو الذي اعطاهم اياها. وليست هي منزله بذاتهم منهم. يعني اذا امير المؤمنين هو امام الله جعله اماما. إذا هو عالم، الله أمر رسوله محمدا صلى الله عليه واله أن يعلمه، ألف باب من العلم يفتح من كل باب، ألف باب. لذا أمير المؤمنين يقول كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه. يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته، بعلمه، بقدرته مكن أمير المؤمنين من هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعرفة الصحيحة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين